سلام، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم هنشارك معكم الوصفة ديالي سريعة في التحضير. هنحتاجو خبز توست أو باندوني، هنحطه في طاوة. اليوم هنحضر بيتزا سريعة، بيتزا بالتوست. ما تتاخدش وقت كتير بالنسبة للناس اللي تيبغيو المملحات. صلصة طماطم واجدة، ها هي. بالنسبة للمرأة اللي تتكون خدامة وتبغي تحضر شي حاجة تكون سريعة، وبداكشي اللي تيكون متوفر في المنزل. انا كنبقى ليا هاد الخبز هذا، كما تلاحظوا دغيا سريعة في التحضير، وتبقى الحشوة اختيارية، كل واحدة شنو تبغي. تجي جديدة ومقرمشة. بالطريقة دي هنا انا ندير التونة. هذا شنو تيقولوا ليه السمية، ماشي السردين. صافي مشات لي سميتو. انا شخصيا من محبي المملحات، الأطفال تعجبهم هكذا. هنكمل هاد الكمية اللي عندي. هاجي هنايا عندي البصل، ديما هذه هي الوقيته ديالو، البصل الحريف انا شخصيا تعجبني هكذا، ما نكتروش. وهنايا الجبن، الجبن ممكن الجبن الاحمر او الموتزاريلا كما سبق قلت لكم، داكشي اللي متوفر عندكم في البيت. صافي هكذا ممكن تضيفوا الفلفل الزيتون، انا ما متوفرينش عندي دابا، انا مقلية من الزعتر. هنضيف هكا، هنوريكم من بعد يدوب الجبن، ندخل على الفران من 5 حتى 10 دقائق يدوب الجبن ويتحمروا هادوك التوست اللي عندنا وصافي. ها هي البيتزا ديالنا من بعد ما وجدات، تجي لذيذة ومقرمشة. انا اختاريت نقدمها بهذه الطريقة، نقسمها هكا مثلثة، تجي مقرمشة ولذيذة. تنتمنى تنال الاعجاب ديالكم،
ومع السلامة.